إذن حديثنا اليوم دائما في سياق الاحتفال بعيد عن المرافقة والتسهيلات التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وعن حصيلة المؤسسات وعدد مناصب الشغل المستحدثة التي ساهمت في خفض نسبة البطالة وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ولمزيد من التفاصيل يحضر معنا في الاستوديو مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية الجزائر وسط، السيد سفيان جرات. أرحب بكم معنا وأهنئك بمناسبة اليوم العالمي للشغل. مرحبا بك، وأنا بدوري أهنئك على بمناسبة عيد العمال، وأهنئ جميع عمال العمال الجزائريين كانوا ذكورا أو إناث. شكرا. إذن الدولة الجزائرية سي جرات فتحت الباب على مصراعيها لفائدة الشباب من أجل الاستثمار ومن أجل أن يكون مقاول. نتحدث اليوم ونحن نحيي اليوم العالمي للشغل عن مهام ودور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وعن عدد المؤسسات المستحدثة. نعم، الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية هي جهاز لمرافقة أصحاب المشاريع من أجل استحداث مؤسساتهم المصغرة، وذلك انطلاقا من الفكرة التي تكون من أجل استحداث هذه المؤسسة إلى غاية تجسيد هذه المؤسسة. وهذه المشاريع يجب أن تكون بمقاربة اقتصادية طبعا حسب احتياجات المنطقة، وذلك من أجل دفع بعجلة التنمية محليا، وهذا كله يدخل ضمن استراتيجية التي تنتجها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة من أجل إنشاء مؤسسات ذات قيمة وذات قيمة مضافة وتنويع ربما مداخيل الاقتصاد الوطني. بطبيعة الحال. والحصيلة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات هي للثلاثي الأول من هذه السنة تم استحداث 2470 مؤسسة مصغرة وفي جميع المجالات، من بينها الصناعة، الخدمات، الفلاحة، البناء والأشغال العمومية، وكذلك المهن الحرة والصناعات التقليدية. وهي قطاعات حيوية ربما تركز عليها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الآن. بطبيعة الحال، فإن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية فإنها تدعم جميع المجالات، وذلك حسب المنطقة التي المتواجد فيها. فمثلا في مناطق الجنوب فإن القطاع الفلاحي عنده استراتيجية كبيرة وأهمية كبرى، فإن الوكالة في المناطق الجنوبية فإنها تدعم الفلاحة من أجل باستحداث مزارع نموذجية من أجل تطوير الفلاحة. يعني سيد جرات، خصائص المنطقة هي من تحدد مجال المؤسسة المصغرة. خصائص المنطقة والاحتياجات الطلب حسب العجز في تلك المنطقة. جيد. ربما نتحدث الآن مدام أن العدد ربما يعتبر كبير للمؤسسات المصغرة المستحدثة خلال هذا الثلاثي، نتحدث عن عدد مناصب الشغل التي توفرها هذه المؤسسات المصغرة. نعم، بما أن مؤسسة مصغرة مستحدثة فإنها بالتالي ستخلق مناصب عمل، وفي هذا الثلاثي الأول فقط فإن المؤسسات المصغرة المستحدثة قد خلقت أكثر من 5700 منصب شغل جديد، ناهيك عن المؤسسات التي كانت تنشط مسبقا
فإنه العدد لا بأس به حسب ال يعني هي ربما قفزة بالنسبة للجزائر، خاصة أن تداعيات جائحة كورونا كانت على قطاعات متعددة وعلى كل العالم، ولكن الجزائر استطاعت خلال هذه المدة من توفير عدد هام من مناصب الشغل. نعم، والحمد لله بداية من سنة 2022 ومع انخفاض الحالات لوباء كورونا، فإن الإنعاش الاقتصادي فإنه ولى في السوق، وبالتالي المؤسسات تستحدث ومناصب العمل تخلق. وبالحديث أيضا عن مناصب العمل المستحدثة وعن عدد المؤسسات المصغرة التي أنشئت، وجب علينا ربما التوقف عند التسهيلات والمرافقة التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لفائدة المقاولين. التسهيلات هي ضمان مرافقة نوعية لأصحاب المشاريع وتقديم استشارات وتوجيهات في جميع مراحل إنشاء المؤسسة المصغرة. ومن بين التسهيلات المهمة هي الاستفادة من امتيازات ضريبية وجمركية أيضا، ودون أن ننسى أن هناك إعانات مالية بضمان قرض بدون فائدة لصالح أصحاب المشاريع. هل ربما تختلف، قبل استسمحك فقط، هل ربما تختلف هذه الإعانات من شخص إلى آخر حسب طبيعة المشروع؟ الإعانات والامتيازات الجبائية والجمركية فإنها تطبق على جميع أصحاب المشاريع، أما الإعانات المالية فإنها تكون مختلفة حسب طبيعة صاحب المشروع. إن كان بطال أو طالب، فإن الإعانة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات تكون مساهمة ب 25% كقرض بدون فائدة، والمساهمة الشخصية لصاحب المشروع تكون إلا 5%، والباقي يكون قرض بنكي بنسبة مخفضة، لنسبة الفائدة مخفضة 100%. أما بالنسبة لغير البطالين، يعني أصحاب المؤسسات، فالمساهمة الشخصية تكون حسب المنطقة المتواجد فيها. إذا كان في المناطق العادية حتكون مساهمة شخصية ب 15%، والوكالة تمنح قرض بدون فائدة بنسبة 15% كذلك، والقرض البنكي يكون دائما 70%. أما بالنسبة للمناطق الخاصة ومناطق الجنوب فتتراوح بين المساهمة الشخصية بين 10 و12%، والمساهمة القرض بدون فائدة من الوكالة الوطنية يكون بين 18 و20%، وقلنا 70% دائما القرض البنكي يكون بنسبة مخفضة ب100%. هل هناك ربما إمكانية إعادة التمويل لاحقا؟ إعادة التمويل تكون بقرض بدون فائدة إضافي، وهو كما نسميه قرض استغلال. كيكون عنده زعما نقولوا نقص في السيولة، ولا عنده طلبية باش يأديها للزبون تاعو، حنا نعاونوه باش بقرض بدون فائدة إضافي من أجل استغلال تلك الطلبية. وهذا المبلغ يكون حتى المليون دينار جزائري. جيد. السيد جرات، ألا ترون أن ربما إلغاء وسحب شرط البطالة ساهم في ارتفاع عدد المؤسسات المصغرة في الجزائر؟ حقيقة ساهم في رفع المؤسسات، وكما يقولوا المؤسسة اللي راهي في السوق، الوكالة حتمنحها امتيازات وإعانات حتى تعاونها باش كما يقولوا تعاود تطور المؤسسة تاعها، بالك كانت في حالة ركود، ولا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية راح تعطيها نفس جديد وروح جديدة من أجل استكمال المشروع تاع تلك المؤسسة. مفهوم. إذا 97% في الجزائر من المؤسسات هي مؤسسات مصغرة. نتحدث الآن سيد جرات عن الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات.
الاتفاقيات في جميع المجالات، باسكو الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات راح تمول مشاريع في جميع المجالات، مجال الصناعي، المجال الاقتصادي، المجال الثقافي، المجال السمعي البصري، المجال الخدماتي، مجال التكنولوجيات وتكنولوجيا الاتصال والإعلام، وأيضا ربما حتى القطاعات ذات الأولوية أيضا كالصناعة والفلاحة وغيرها وهي على رأس القطاعات. وبالتالي فإن الوكالة ليست الوكالة، الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، فإنها قامت بإبرام عدة اتفاقيات إطار مع مختلف الوزارات الشركة مع التي تدخل في التي تساهم في الاقتصاد الوطني. وبالتالي نحن هذه الاتفاقيات المبرمة إن جرى عنها اتفاقيات محلية من أجل تكريس هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. يعني أن هناك استراتيجية مسطرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات من أجل مرافقة المؤسسات المصغرة وجلب المشاريع أيضا. بطبيعة الحال فإن المرافقة ليست إلا قبل التمويل، وإنما تكون قبلية قبل التمويل وتكون خاصة بعدية، أي بعد إنشاء المؤسسة. صاحب المؤسسة مؤسسة فاتية فإنها في السوق فاتية، لا كما يقولوا احنا لازم نعاونوها باش ندعموها ونحوسوا لها على ان بلون شارج باش تقدر تواكب تواجه السوق المحلي والوطني ولما لا السوق الدولي أيضا. والآن أيضا أصبح هناك اللجان الاستشارية والتي لها دور كبير أيضا. اللجان الاستشارية لها دور كبير بطبيعة الحال، وخاصة فإن جميع ليزاكتور لوكو هما اللي يساهموا في الاستشارات، ومن هذه اللجان الاستشارية نقدروا نعرفوا طبيعة المشاريع اللي لازم ندعموها واللي لازم نروحوا لها. وكاين نقطة ثانية، بغض النظر عن اللجان الاستشارية كاين الجامعات. الجامعات عندهم دور أساسي ومهم في خلق أصحاب مشاريع ومقاولين مستقبليين. يعني بما أن الوكالة تقدر تمول الطلبة، فإحنا في الجامعات عندنا دار سميناها دار المقاولاتية، اللي تكون فيها تنشط طول السنة، وخاصة مع الطلبة الذين هم مقبلين على التخرج، وذلك لغرس فيهم روح المقاولاتية ومن أجل أيضا ربما إنشاء الفكرة. الفكرة أصلا راهي كاينة عند الطالب، وخاصة بلورت هذه الفكرة إلى مشروع مجسد في أرض الواقع. ونعرف احنا الطلبة عندهم أفكار، وخاصة مع المجالس العلمية ودور المقاولاتية كاين حملات تحسيسية ودورات تكوينية أيضا. هذه الدورات التكوينية تعد مهمة جدا بالنسبة للطالب، خاصة وهو في بداية المشوار. وهذه الدورات التكوينية تكرس فيه وتغرس فيه روح المقاولاتية، باش أوليو كما يقولوا واحد وخارج ديبلومي أوليو يخرج يدير بشهادة يكون لا صاحب لا يخرج مشروع. بشهادة وأوليو يروح يبحث على كيفاش يخدم سيرة ذاتية وأن سي في، أوليو باش يدير أن سي في يروح يدير مؤسسة مصغرة تاعو، يمكن أن يوظف أيضا أشخاص معه. بطبيعة الحال جيد. ربما نفتح قوس سيد قرات عن المؤسسات المتعثرة، عن عددها وعن عملية التعويض. المؤسسات المتعثرة كاين نوعين من المؤسسات المتعثرة، يعني كما يقولوا مالوريزمو كاين مؤسسات متعثرة وهو مجال المقاولاتية فيه التعثر. قلنا كاين نوعين من المؤسسات المتعثرة. المؤسسات المتعثرة القائمة والتي هي في حالة نشاط
وكاين مؤسسات متعثره لله كما يقولوا، راهي في حاله توقف. التعويض بون المؤسسات المتعثرة، يعني في أنواع سيد قرات من كاين المؤسسات نوعين، في حالة نشاط أو في حالة توقف. اللي راهي في حالة توقف، كاين صندوق الكفالة المشتركة لضمان القروض البنكية، هو يقوم بتعويض البنك بتعويض البنك من للقرض المؤسسة المتعثرة. أما المؤسسة القائمة واللي راهي في الميدان، فإن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية ترافقهم على مستوى البنوك ومختلف الإدارات الخارجية من أجل إعادة جدولة ديونهم، وذلك بمسح غرامات التأخير وإرجاء تسديد الدين إلى يعني موعد لاحق. يعني العمل جاري سيد قرات من أجل تعويض هذه المؤسسات المتعثرة مثل ما أمر به السيد الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. والدليل على ذلك أننا قمنا بإيقاف جميع المتابعات القضائية، سواء مهما كان نوعها، قلنا نتكفل بهذه المؤسسات المتعثرة وإيجاد حلول مناسبة لها من أجل إعادة بعث هذه المؤسسات من جديد. والعملية جارية بطبيعة الحال منذ 2020، وإحنا مع هذه المؤسسات لنحاول نلقاو لهم حلول ونلقاو لهم إعادة جدول ديونهم، ومام نحوسوا لهم مام دي بلون شارج نحوسوا لهم باش يخدموا إن شاء الله باش يعاودوا يرولونسيو رواحتهم. بحديثكم عن مخططات الأعباء، من يوفرها؟ يوفرها جميع الشركاء اللي كنا ذكرناهم اليوم داخلين في الاتفاقيات المبرمه بين الوزارات، الاتفاقيات يعني الاطار كل المبرمه القطاعات. جميع القطاعات، عندنا القطاع الري، القطاع الصناعي، القطاع الخدماتي، القطاعات، جميع القطاعات، مام قطاع البناء، المؤسسات جميع اشكالها يمكن ان تدخل في هذه الاتفاقيات والاستفاده من مخطط اعباء. نذكر فقط المشاهدين الكرام انهم يمكن للشباب الراغب في التسجيل وولوج عالم المقاولاتيه التسجيل عبر المنصه الالكترونيه. التسجيل يكون عبر البوابه المنصه الالكترونيه كما تفضلتي، اللي هي promoteur.anad.dz. والتسجيل يكون بسيط جدا، وملء استمارة في تلك البوابة. بعد ملء الاستمارة كما يقول الوكالة الوطنية دعم وتنمية المقاولات، أحد بداية المرافقة حتكون من تسجيل الصاحب ولا صاحب المشروع ولا الفكرة اللي حاب يديرها. ربما قبل أن نختم لابد من نصائح نقدمها للشباب الراغب في ولوج عالم المقاولاتية سيد قرات. النصيحة اللي نقدر نقدمها للشباب، ماشي غير الشباب، باسكو احنا السن يتراوح بين 18 و55 سنة، يعني اللي عنده فكرة مقاولاتية ولا، فإن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية هنا من أجل مرافقته ونصيحته وتكوينه أيضا في عالم المقاولاتية. ولذلك فإن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أبوابها مفتوحة من أجل مساعدة ومرافقة أصحاب المشاريع، من أجل تحقيق أفكارهم وأهدافهم وتحقيق والمشاركة في التنمية المحلية والاقتصاد الوطني إن شاء الله. بحول الله نتمنى أن تكون سنة اقتصادية بامتياز وسنة تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي. شكرا جزيلا لك سيد سفيان قرات. بارك الله فيك، ونقول لكم صحة عيدكم، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله، وعيد عمال نقول لهم عيد سعيد أيضا، والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا جزيلا وعيدكم مبارك.